سياسياً الآن، قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل، وخلال مؤتمر صحفي أعقب الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أعلن الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش عن رفض الحزب لكل المحاولات الرامية إلى المساس باستقرار الجزائر، مرحباً بقطع الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع المغرب التي أظهرت أداءها للجزائر. التقرير لمحمد بالوارث. جبهة القوى الاشتراكية وعكس المواعيد الانتخابية السابقة التي عادة ما تقتصر مشاركتها فيها على منطقة القبائل، تعتزم هذه المرة دخول المعترك الانتخابي في أكبر عدد من الولايات، وأرجعت قرار المشاركة في هذا الاستحقاق الهام إلى ارتباطه بمصلحة الوطن والمواطن. الانتخابات المحلية المسبقة المقررة في 27 نوفمبر 2021، وبعد نقاش معمق ومسؤول وخلال أجواء طبعها الهدوء، وعقب استعراض مفصل للأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية وللظروف الإقليمية والدولية المحيطة ببلادنا، صادق المجلس الوطني وبالإجماع على قرار المشاركة في هذه الاستحقاقات. جبهة القوى الاشتراكية وعلى لسان أمينها الوطني يوسف أوشيش تعهدت بالتصدي لكل محاولات المساس بالوحدة الوطنية مهما كان مصدرها، خاصة من قبل منظمة الماك الإرهابية التي تتلقى الدعم المادي والمعنوي من طرف جهات أجنبية مقابل خدمة أجندتها. إن مشاركتنا اليوم أملتها بالمقام الأول مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا الشديد على الوحدة والسيادة الوطنيتين، الحفاظ على السلم المدني والانسجام المجتمعي بعدما أضحت هذه العناصر محل تهديدات متعددة ومتجددة، سواء كانت داخلية أو خارجية. ويتضح موقف جبهة القوى الاشتراكية من إقرارها المشاركة في العملية الانتخابية لتجديد المجالس المحلية البلدية والولائية المقبلة، وكذا التزامها بالتصدي لكل محاولات زعزعة الوحدة الوطنية، أنها تسعى إلى تعبئة الهيئة الناخبة سعياً منها لرفع نسبة المشاركة من جهة، والتحلي باليقظة والحذر تجاه المؤامرات والمكائد التي تحاك ضد الجزائر من جهة أخرى.